بعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي لاتصالات الكومسات 1 في 10 من ديسمبر الفارط وإجراء عدة اختبارات للأنظمة السلكية واللاسلكية، نشط المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين الصديق ندوة صحفية أبرز خلالها الاختبار الناجح اليوم للبث المباشر عبر الكومسات 1 للبرامج التلفزية الوطنية والإذاعية في شكل SD HD، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي. كما سيعمل ألسط 1 على تحسين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وسيوفر خدمات الإرسال الصوتي والإنترنت ذات التدفق العالي. اليوم مع زملاء تاع تيليفزيون الجزائري عملنا تجربة تاع بث القنوات العمومية الجزائرية أوسي بيان لي شان دو تيليفزيون كو لي شان راديو عن طريق الكومسات 1. وكما تفضل رئيس المدير العام لتيليفزيون الجزائري كانت يعني الجودة عالية، والمهندسين راهم يكملوا يحسنوا هذه الجودة باش في الوقت المناسب، يعني انطلاقا من جويلية 2018 ندخل في عملية تجارية واقتصادية، سواء على مستوى البث التلفزيوني والإذاعي ولا على مستوى الإنترنت والاتصالات بصفة عامة.